انت موصوفة الرقبة اللي اسمك سعدية. في حاجة يا ابو هيثم؟ وكمان بتسألي بتقولي لي في حاجة؟ هو تليفون البيت يطلع لأي حد كده يا بنت الجحش؟ أي دراعي ده أنا هكسرهولك وأكسرلك دماغك كمان. هو فتحي بيه غريب عنك؟ ما دام معهوش تليفون البيت يبقى غريب. طب سيب دراعي الله يخليك. ده أنا هسففك التراب وأنا هرحمك. يا بنت ليه أنت عملت كده بقى؟ ها؟ ليه عمل؟ يلا غوري دلوقتي غوري. هتتجوزيه ورجلك فوق رقبة امك. انت هتشوف الراجل اللي مش عايزاه بعت لك ايه؟ يا ستي وايمانات المسلمين ما هنسكتوا، هنقلبوا الدنيا عليها لحد ما نلاقيها، بس اهدى انت. اهدى ازاي يا محافظ؟ انا مش عارفه طريق بنتي فين؟ ده انا ما نمتش طول الليل اللي فات. ما هو انت السبب يا نجمه، لو كنت سكت الباب عدل عليها ما كانتش اتنيلت هربت. خلاص يا عبد الحفيظ خلاص، اللي حصل حصل، خلينا في دلوقتي، في عرضك، عايزه بنتي في عرضك. طب روقي روقي يا نجمه واشربي العناب دوا، هروق دمك ان شاء الله. وخليك معايا وانا هنقول لك هنعمله ايه. احنا ما شفناهاش ولا نعرفها. يا بابا بس نلحقها. مفيش بس، يلا بينا. اللهم انا عارفه هي راحت فين. من فضلك يا استاذ عمرو، انا مش هقدر استنى هنا كتير، اصل زمانهم جايين ورايا. هما مين دول؟ مش مهم اقول لحضرتك دلوقتي، هقول لك بعدين. ايوه بس انا عندي محاضره لازم اخلصها. طب حضرتك قول لي استناك في اي حته ولما تخلص ابقى اشوفك ان شاء الله. طب اعمل ايه طيب؟ خدي ده الكارت في عنوان مكتبي، اسبقيني على هناك وانا هحصلك. يلا. حاضر. في ايه تاني؟ في ان انا ركبت بالفلوس اللي معايا كلها تاكسي وانا جايه لك، فمعيش فلوس تاني. طب خلاص. خدي دول خليهم معاك. شكرا. يلا يا جماعه نكمل. مايا مكانك. عليها قالوا انها ما جاتش الكليه من يوم اللي حصل زميلها. يعني هكون راحت فين بس؟ ما انا قلت لك اني جيت سالت عليها قالوا لي نفس الكلام. انت مش مصدقني ليه؟ انا قلت يمكن خبوها عليك. اوعي تكون يا بنت قلت لحد ان احنا بندورها عليها عشان هي طفشانه مننا. لا يا ابو هيثم اطمن، انا عملت لصاحبتها وفايت عليها بالصدفه. طيب اوعي بقى تنسي يا اختي تبلغي فتحي بيه ان احنا بندورها عليها. انا لا هقول ولا اي، كفايه اللي عملته معايا. طب يلا حط لسانك في بقك واركبي اركبي ركبك عفريت ودلت الرجليه بعيده. احنا هنفضلوا قاعدين كده مش عارفين مكان البيت؟ قاعدين ده ايه؟ ما احنا بندورها عليها في كل حته اهو، شمال ويمين وين بت. طب ما نبلغوا البوليس. بلغوا البوليس عشان فتحي بيعرف، وتبقى ليله. اركبي انت اخرى، اركبي ركبك عفريت بس غير الاولاني يكون اشد. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وبنتك فيهم واحد. اطلع يا اسطى.